مش معقول كريستيان وقصة كريستيان شو أثرت فيي. بمطرح حزنتني وبمطرح تاني فرحتني، لأنه حسيت بالتغيير السريع يلي صار عنده من بعد ما ارتاح وفتح قلبه وعبر. سامعة كتار منكن عم بيقولوا طيب شو هي قصته؟ بس أنا بعتذر منكن كتير، لأنه السرية بشغلي هي من أهم المبادئ. شوفكم بعد شوي. اوكي، في حدا اتصل هلا لغي موعد بعد الظهر، هلا لدق لغي، فصار عندك هلا ساعة فراغ. كثير منيح، بنشرب قهوة. قهوة؟ ساعة فراغ بس بعده نهار بأوله، هلا أعطيها شوية وقت بيتعبى ساعة فراغ اليوم وساعة فراغ بكره وساعة فراغ بعد بكره. ما معقول يا رانيا شو متفائلة أنت، ما معقول. متفائلة؟ عدي للثلاثة وشوفي كيف رح بيرن هيدا. واحد، اثنين، مكتب جيسي تعمل الاستشارة الرعوية والزوجية. نعم. ألو. بونجور. بونسوار. إذا عم تحكون عن مطرح بعيد. الخط مفتوح بس ما في حدا. ألو. ألو. إيه نعم بونجور. ممكن أحكي مع مدام جيسي لو سمحتي؟ إيه أكيد، مين معي؟ قصدي استشارة أو موضوع شخصي؟ الو. طب ايش الخط بوشي؟ ولو معقول في ناس هالقد بلا تهذيب؟ لا رانيا، فيه ما يكون بلا تهذيب. شو انقطع الخط لوحده يعني؟ لا بس يمكن خجلان او خايف حتى يحكي. طيب مبين رقمه، بدك ارجع ادق له؟ لا هلا انت عدي معي لثلاثه، هو رح يرجع يتصل. شوفي. واحد، اثنين، ثلاثه. خليني انا رد. الو. بليز ممكن احكي مع مدام جيسي طعمي؟ ايه جيسي عم تحكي، كيف فيني اساعدك؟ صراحه انا ما رح اقول اسمي. اوكي على راحتك. شو كيف فيني اساعدك؟ ما رح اقول اسمي لانه بكل بساطه انا شخصيه معروفه، الكل بيفكروا انه ما عندي مشاكل وهالشيء مخليني بنظر الناس افضل، بس هيدا الشيء ابدا منه مزبوط. انا عندي مشاكل وعم بتعذبني كمان. اي متى بتحب؟ لحظه لا ولا ممكن اجي على المكتب اذا هيدا الشيء اللي بدك تقولي لي اياه. اوكي على راحتك، بس انا كنت بفضل انه اشوفك لانه هذا الشيء بيساعدك اكيد اكثر بكثير من انه نحكي على التليفون. الو. الو بعدك معي؟ ايه بعدني معك، بس فينا نتواصل على السكايب مثلا. اكسلنت. اوكي اعطيني بس الاي دي تبعك واربع دقايق وبكون معك. اوكي باي باي. اكيد فهمت شو القصه. شوي. بتعرفي في كثير اشخاص الاسرار بالنسبه لهم شيء كثير مهم، لانه الشخص اذا يعني اذا بتخبري عن اسراره بتمسي بكرامته. مشان هيك الأسرار يعني شيء كتير 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 مهم عند البشر. بتعرفي كتير ناس ما بتحب تخبر عن أسرارها لكتير أسباب. أول سبب الخوف. بتعرفي في كتير عالم بيخافوا من إنه أنا أكون عم بدينهم أو الشخص يكون عم بدينهم أو يحسسهم بالذنب. تاني شغلة بيخافوا عندهم خجل، بيخافوا من الشيء اللي هن عاملينه، بيخجلوا إنه يقولوه لأنه بالنسبة لإلهم شيء بيخجل. في كمان سبب كتير مهم إنه بحبوا يحافظوا على الصورة تبعهم على المظهر تبعولهم.
بعدين ممكن ما يكونوا لقوا الشخص اللي بيوثقوا فيه، لأنه خايفين أنه إذا خبروه أسرارهم يرجع بالنهاية ينقل بيوم من الأيام يقلب يخبر اللي هن قالوا له إياه يحملهم ضده. إذا بدك كمان في كتير أشخاص بيخافوا أنه يتعاقبوا، لأنه مثلا إذا قتلوا ممكن ينحبسوا. سو كل هالأسباب بتخلي الشخص ما كتير يكون مرتاح يكون عم بيبوح عن الأسرار اللي بقلبه. طيب هؤلاء العالم يلي ما بيخبروا، بس إنه في كتير عالم بتخبر، بتحب تخبر. صح، بتعرفي ليش بيحبوا يخبروا؟ لأنه أول شغلة وقتها بتخبري هيدا جزء من العلاج، لأنه جسديا ونفسيا بترتاحي. كلنا بنختنق إذا عنا شي بدنا حدا نقدر نخبره الأشياء جواتنا. بعدين بيكون لقى الشخص المناسب اللي بيوثق فيه يقدر يخبره. بعدين بتعرفي أوقات الأسرار هي منا هي بتجي الحلول. يعني وقتها أنت بتبلشي تخبري عن مشكلتك أوريدي، يعني دجا بلشت تعرفي الحلول من خلال المشكلة. وفي كتير أشخاص كمان لمصلحتهم الشخصية، لأنه بس يخبروا رح يتعالجوا. مثل أنت إذا بتروح عند الحكيم وكنت مريضة بدك تخبري للحكيم شو مرضك ليعرف كيف يساعدك. وكمان في كتير أشخاص مثل ما قلتلك بيكونوا لاقوا الشخص اللي بيوثقوا فيه. رح أعمل سكايب رانيا، سوري بدي أعزبك. Thank you. هاي مرحبا. انا عن جد بعتذر عن هالشي، بس انت بس انا اكيد انك مفروض تفهميني. يعني انا بفهمك اكيد، بس بحب اقول لك شغله، انه مش كل اصابيعك مثل بعضهم. اكيد انت مجروح وفقد الثقه، اكيد في حدا مخبر عن سرك. مش كتير مبعدة بتفكيرك. طبعا هيدا شي واضح، انا بحترم رايك اكيد، بس بحب اقول لك انا كمشيره انه من وجباتي حافظ على سريه الناس اللي بتقصدني، وبدي اياك تعرف انه انا كتير بشتغل على حالي انا وغيري. بتحب تسمع؟ يا ريت. تعرف انه نحن كاشخاص لازم كتير نشتغل على حالنا، لانه نحن عايشين بمجتمع الكل شيء فايد ببعضه، يعني الكل بده يعرف كل شيء عن كل الناس. سو اذا كان المشير منه مدرب كتير منيح على السريه، هذا الشيء ما راح يساعده. كتير مهم المشير يكون متدرب على أنه يحافظ على سرية الشخص اللي بده يجي لعنده. بعدين عندك عالم كتير فضوليين، يعني بدون يتحشر وبدون يعرفوا فلان شو بيه، ليه إجا لعندك، شو بده منك. كتير مهم علينا نحن كمان كأشخاص أنه نعرف كيف نوقف الناس عند حدودها من دون ما نفشي بالأسرار. أوقات كمان بنغلط غلطة أنه بنطلب من الناس أنها تصلي، يعني بذكر مشكلتك وبخلي الناس انها تصلي ومن دون ما انا اقول لك، وهذا الشيء بيجرح مع انه الصلاه كثير مهم. مش هيك علي كثير انتبه انه ما اطلب لناس تصلي من دون ما اكون اخذ الاذن. نميمه، كثير ناس ما عندهم شيء يعملوه بسبب الحسد والغيره بنمو. مشان هيك على الراعي او الشخص المشير انه ينتبه كثير انه ما يوقع بالنميمه. سكايب بعده ماشي ولا انت ساكت؟ أي متى في يزورك بالمكتب؟ فلت رانيا وأنا كمان كان مفروض فل، لأنه دوام المكتب انتهى. بس مثل كل شيء بالحياة في استثناءات. استثناء هالمرة كان الشخصية الشهيرة يلي ما بدها حدا يعرف إنها عم تزورني، لهيك مددت دوام المكتب لليوم بس، وعملت قهوة نطرت لكان وصل. أنا كتير سعيدة إن قدرت أحصل على نص ثقتك. شكرا، بس ما فهمت ليش نص. لأنه النص التاني بعد مخبى تحت العوينات. مدام أوكي. أهلا وسهلا. مرسي، أهلا فيك. أستاذ أنا بدي أقول لك إنه مجرد إنك أنت جيت لعندي لهون هيدي خطوة كتير جريئة، يعني نص المشكلة انحلت مع إنه بعد ما حكينا عن المشكلة. أنا رح أحكي بس أستاذ، إذا أنت عندك شي معوقك أو منك مرتاح تحكي أنا بحترم هيدا الشي، خاصة أنه أنت شخصية مشهورة.
طيب أنا إذا بدي سلم جدل وبدي خبرك، شو يلي بيميزك عن غيرك؟ مع احترامي لإلك، بس شو يلي بدي خليني أوثق فيك لخبرك أخباري وخبرك مشكلتي؟ ثانك يو على صراحتك، يعني أنا بدي أشكرك إنك أنت هالقد صريح. اللي عم تقوله مزبوط، كتير منا بيفكروا هيك إنه ليه بدك توثق فيي مش بغيري. معك حق الكل، أنا لو محلك بفكر نفس الشيء، بس بديك تعرف إنه أنا وغيري بنشتغل كتير على حالنا ليكون عنا سرية، لأنه هيدا موضوع كتير مهم إنه نحافظ على سرية الناس. تخيل أنا بحط حالي محلك، إنه أنا كيف بدي العالم تعملني لو أنا بدي روح عند حدا؟ كيف بدي يحافظ على سريتي؟ لأنه وقتها بتمس بالسرية بتمس بكرامة الإنسان. أنا بدي إياك تحطي حالك محل رفيقي يلي تاني يوم سمع مشكلته عم بيقول الراعي بالكنيسة، يعني شو اللي بيضمن لي إنه مشكلتي ما تصير تاني يوم على كل لسان؟ يعني اللي عم بتقوله مزبوط، يعني كتير الرعاة لازم ينتبهوا، خاصة رعاة الكنائس لازم يدربوا نفسهم، لأنه أوقات إذا ما كانوا عندهم مدربين على الوعظة مزبوط بيستخدموا قصص من الحياة، لأنه بسهولة بتجي على راسهم وبيستخدموها على المنبر. كمان في أشياء بتساعد إن كان أنا أو حتى الرعاة بالكنائس، هي إنه يكونوا عم يعتمدوا القصص، يقروا كتب، ياخدوا من قصص أشياء حتى يساعدوا فيها الناس. وشغلي انه اذا انا او حدا غيري بده يحكي عن قصتك او حيلا قصه شخص لازم يطلب الاذن، يعني انت لازم تعرف انه انا رح احكي عن قصتك هلا بالمنبر او على الوعظه اللي انا رح اقولها. وكمان انه لازم يكسبوا ثقه الناس، لانه اوقات كتير اذا انا خبرت عن خطايا العالم يمكن اللي قاعدين ومفكرين حالهم ابرار بزقفولي، بس الاشخاص الخطاط انا رح اخسر ثقتهم فيي. وشي كتير مهم كمان بعد، انه لازم نعرف نختار المكان المناسب حتى يصير فيها الاستشارة، يكون المكان مزبوط اذا بالبيت او مش بالبيت. بعدين انه ننتبه انه نحافظ على السرية، لازم نحافظ على السرية. وبعدين تخيل اذا انت هلا عم تحكي وانا قاعدة عم سجل لك كلامك او عم بكتب، قد هيدا الشيء رح يريحك. بس بدي اقول لك شغلة، في أوقات كتيرة إن كان أنا أو غيري مننجبر إنه نقول نكشف السر وقتها عدة أسباب. أول سبب إذا بنعرف إنه الشخص عم بيفكر أو فكر ينتحر لازم نحكي، أو الحكيم أو أهله. تاني شغلة إذا الشخص كان عم بيفكر يأذي حاله نفسياً أو جسدياً، أو إذا كان شخص عدائي أو عدواني. هيدول الحالات لا، نحنا لازم إنه نكون عم نخبر على الأسرار. بليز بدي منك بس تشوف هيدي القصة. انتشرت شائعة حول أحد الشباب الذين يخدمون بالكنيسة تؤكد أنه على علاقة بواحدة من الفتيات اللواتي ليست لهن علاقة مباشرة بالمكان، الأمر الذي جعل أهل الفتاة يبذلون قصارى جهدهم في الدفاع عن ابنتهم واتهام الكنيسة بالفساد والعمل على تشويه الشرفاء. اتسع الخلاف حول حقيقة الإشاعة بين باقي قيادات الكنيسة وانقسموا إلى مؤيد ومعارض، خصوصاً بعد أن اتهم الشاب أحد أصدقائه بترويج الإشاعة لأنه يعرف الكثير عنه وعن أسراره. اتسع الخلاف داخل الكنيسة، ووجه بعض الأعضاء اتهاماً للراعي بأنه يشجع الشباب عموماً والقيادات خصوصاً على التسيب وعدم الالتزام، وبأنه غير قادر على اتخاذ موقف حازم في مثل هذه الظروف. وقد دفع هذا الاتهام الراعي العمل بجدية للوقوف على الحقيقة والتحقق من صدق الإشاعة ومن عدمه. وقد أثمرت جهود الراعي عن الوصول للحقيقة باعتراف الشاب بصحة القصة والإقرار بالعلاقة، ولكن بعد أن قطع عهداً مع الراعي على حفظ هذا السر. وقع الراعي في حيرة بين الرغبة في الدفاع عن نفسه وإثبات بأنه قادر على اتخاذ موقف، والرغبة في الاحتفاظ بالسر وتقديم الرحمة على العدل، خصوصاً بعد أن طالبه مجلس الكنيسة بضرورة إيقاف الشاب عن الخدمة وقطع علاقته بالكنيسة حفاظاً على سمعة الكنيسة المتهمة بالفساد من قبل الآخرين. أسئلة لا بد من طرحها: إلى أي حد يحتفظ الراعي في هذه الحالة بالسر؟ هل الاحتفاظ بالسر دائماً له انعكاسات إيجابية؟ هل الشفافية كشيء ضروري في العلاقات الكنسية يتنافى مع حفظ الأسرار؟ ما هي سلبيات وإيجابيات حفظ الأسرار طبقاً لهذه الحالة؟ لا بطمنك، لا في لا انتحار ولا في ميول عدوانية، بس أستاذ بديك تكون مؤكد 100% أنت مين قاصد. أنا عن جد بشكرك، بشكر تفهمك لإلي يعني، وبشكر هالجلسة الحكي، لأنه هالشرح بفتكر كسر جزء كتير كبير من البلوكاج. بس صدقيني لكون صريح معك، البلوك كتير كبير،
يعني يمكن بفتكر انه انا بعد بحاجة لأستمع لإلك أكثر قبل ما بلش أحكي وخبرك عن مشكلتي. استاذ ميلاد. استاذ ميلاد، أنا كتير انبسطت أني تعرفت عليك. على كل نحبيت ترجع، أهلا وسهلا فيك هالمكتب وسريته تحت أمرك، وإذا لا أنا كتير انبسطت وبتمنى لك النجاح يوم بعد يوم أكثر وأكثر. أنا بشكرك. أهلا وسهلا فيك. باي باي. باي باي. الحلقة الخامسة كانت بعنوان السرية، أهمية مبدأ السرية. تمثل الأسرار جزء هام من كرامة الإنسان، وأي محاولة لكشفها خارج عن إرادته بتشكل هدر لكرامته ولمبدأ السرية. الإدلاء بالأسرار، التحديات والمسببات. لماذا يحجم الناس عن البوح بأسرارهم؟ الخوف من ردة فعل المشير السلبي، الخجل مما فعله الفرد، الحفاظ على الصورة الذاتية أمام الآخرين، عدم وجود المشير الموثوق فيه، الخوف من رفض المجتمع، والخوف من العقاب. لماذا يبوح الناس بأسرارهم؟ التنفيس الانفعالي. بيحتاج الفرد لتفريغ الشحنات العاطفية الموجودة بداخله. البحث عن شخص بيوثق فيه. بيبوح الفرد بأسراره بس تتكون ثقة بينه وبين المشير. تعتبر الأسرار جزء من المشكلة، قد تكون المعلومة السرية جزء من حل المشكلة. البحث عن مصلحة شخصية، التخلص من الشعور بالذنب. تحديات تواجه المشير في السرية. عدم التدرب على حفظ السرية. الفضوليون، يحتاج الراعي أنه يتعلم كيف يتعامل مع الأشخاص الفضوليين. الصلاة من أجل الناس. يمكن تجي الصلاة أحياناً ضد مبدأ سرية المعلومات، وهيك بس يطلب المشير أنه يصلي من أجل الناس، وهني ما بدهم حداً يعرف هني شو عم بيحسوا. الوعظ، يمكن أنه يفشل الواعظ أسرار الناس بالوعظ. النميمة، ترتبط النميمة بوقت الفراغ لدى الناس أو الحسد، فكل ما زاد وقت الفراغ بحياتهم زادت النميمة عن الآخرين. افتخار الراعي، يمكن يفتخر الراعي أنه هو قدر حل مشكلة معينة بعد سنين طويلة من الصراع، وبالتالي بيكسر مبدأ السرية بحياته. وسائل تساعد على السرية. في وعظ الراعي أو المشير، استخدم الأخبار المنيحة عن الناس للمشاركة فيها. اطلب الإذن من الأشخاص المعنيين قبل التكلم عنهم. الجأ للكتب والقصص والشعر وسيرة حياة بدل قصص الناس اللي هن من رعيتك. زد ثقة الكنيسة فيك من خلال وعظك لتشجعن على اختيارهم لألك. في أمور مساعدة أخرى، تهيئة مكان المقابلة اللي بيضمن سرية الجلسة. اعتبار المستشير وحده مصدر للمعلومات. عدم التنقيب بأسرار المستشير الخارجي عن المشكلة. التأكد من أنه الزيارة المنزلية ما عم بتصير تساؤلات الجيران والأقارب. الأحجام بقدر الإمكان عن تسجيل المشير معلومات أمام المستشير، لأنه ممكن تتسبب أحياناً إحراج للمستشير. قد نستثني من السرية أمور التالية: محاولات الانتحار، حالات الإيذاء الجسدي، اللي عندهم ميول عدائية لقتل الآخرين. موضوع جديد بانتظاركم بحلقة جديدة.